مساء جديد يجمعنا معاكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم كيف الصحة. اليوم حلقتنا راح تكون عن جراحة السمنة والمناظير مع ضيف حلقتنا من مستشفى السيف الدكتور أحمد المسوي استشاري الجراحة العامة والمناظير والسمنة. حياك الله دكتور. الله يحييك يا دكتور يوسف. بالمناسبة هذه أمسي على الأخت وفاء المعدة والمخرج وعلى المصورين كذلك. يعطيك العافية دكتور وتنورتنا اليوم. دكتور جراحة العامة شلون الطبيب يصير جراحة عامة؟ في دراسة طب بعدين شنو عدد السنين عشان يطلق عليك اسم طبيب جراحة عامة؟ خلنا نأخذ من البداية. أساسا كل إنسان له طموح. نعم. فأنت لما تخرج من الثانوية العامة بنسبة عالية جدا لك طموح، فأنا قررت أني أصير دكتور. نعم. فدشينا اللي هو مجال الطب بالدراسات اللي هو أندر جراديويت اللي هو تدري دراسات بالجامعة لحد ما تخرجنا. بعد ما تخرجنا الله يسلمك رحنا اشتغلنا بالمستشفى الحكومي سنة سنة ونص، وبعدين رحت تخصصنا. هذه سنة الامتياز. هاي سنة الامتياز. بعدها دشينا بالتخصص اللي أنت تبيه طبعا. نعم. أي تخصص أنت تختار طبعا، أنت بمحضراتك تختار. فأنا اخترت لنا الجراحة العامة لأن تغطي بالأمانة تغطي كل شيء. نعم. تقدر تشتغل يعني بكل شيء. فبعد تخصص ودخلت في قدمت على الزمالة البريطانية ولله الحمد حصلت عليها. نعم. وقدمت على زمالة الجراحة من الكويت. الزمالة البريطانية لجراحات السمنة ولا الجراحات العامة؟ الجراحات العامة. وبعدها قدمت على الزمالة الكويتية جامعة الكويت الحمد لله حصلت عليها. نعم. جراحة السمنة والمناظير تقع من ضمن الجراحة العامة. طبعا معظم اللي بالكويت قاعد يسوون جراحات السمنة والتكميم هم أطباء جراحة عامة. نعم. هذا الكلام صحيح معظمهم لأنهم جراحين مناظير. نعم. والكل يشتغل من المناظير وعارف شلون يشتغل العمليات هذه. نعم. دكتور كم عملية تكميم أو جراحة بالمناظير لتخفيف الوزن سويت؟ والله شوف كفيجر كنمبر 100% ما أقدر أعطيك، ولكن نعم. تقدر تقول 4 حالات بالأسبوع تضربها على شهر 16 حالة. نعم. أضربها على 10 سنين عليك الحسبة. يعني ما شاء الله. يعني عدينا 500 عديت 500 حالة. نعم. وما فوق. يعني عندك اكسبيرينس الحمد لله. الحمد لله هذا من فضل الله. الحمد لله. دكتور راح نبدا بحلقتنا، شنو تعريف عمليه التكميم؟ شنو هي عمليه التكميم؟ شوف عمليات اول شيء عمليات السمنه بشكل نعم. عام هي طبعا ما تجرى الا للاشخاص المحتاجين ينزلون بالوزن. نعم. طبعا مو اي شخص، الشخص اللي حاول تكرارا ومرارا انه ينزل بوزنه ما قدر. نعم. فهني يقرر له يسوي العمليه. الاختيار بين عمليات طبعا في اكثر من عمليه، عندك عمليه التكميم، عندك عمليه تحويل المسار، عندك تحويل مسار مصغر، وعندك شغله اسمها الديودينال سويتش. نعم. احنا ما راح نتحدث عن هذه عشان لا نطول الموضوع، نتكلم عن التكميم. عمليه التكميم هي بالاساس اسمح لي بالتعبير هذا كالكم تكميم. نعم. فهي يسمونه سليب باللغه اللاتينيه او اللغه الانجليزيه سليب، يعني تقص المعده طول بحيث انك تصغر حجم المعده وتشيل منها الهرمون المسؤول عن الجوع وهرمون. نعم. الجريلين. هذه بشكل مبسط عملية التكميم. هل في عمليات تشيل فيها المعدة كاملة؟ لا طبعا ما في عمليات تشيل المعدة كاملة. نعم. يعني الكلام اللي يقول لك اشيل المعدة كاملة مو صحيح، هي شيل جزء من المعدة. طبعا. اللي طبعا طبعا عملية تختلف. عملية. نعم. التكميم تقص المعدة طولي. نعم. بحيث انك تسيب جزء بسيط من المعدة. عملية تحويل المسار تسيب جزء اصغر من المعدة بالجزء العلوي من المعدة. شلون؟ اكثر العمليات انتشارا الحين عملية التكميم. طبعا. نعم. شنو أنواع عمليات تكميم المعدة؟ بس أقول لك ليش أكثر الأوش ليش التكميم أكثر انتشارا. نعم. هي أمانة التكميم كانت بالستيت بأمريكا كان الأوزان السوبر وبيس ما. نعم. يسوون عملية تحويل مسار على طول، كانوا يسوون عملية التكميم بالبداية بحيث إنه ينزل. نعم. وزنه بعدين يسوي له التكميم. نعم. ولكن لاحظوا من الدراسات إن عملية التكميم تساوي نتائجها تقريبا يعني إلى حد ما مع تحويل مسار، فصارت عملية رئيسية عشان كذي قمنا نسوي عمليات التكميم. عفوا السؤال الثاني شنو كان؟ شنو أنواع عمليات التكميم؟ إيه هناك عدة عمليات تكميم. في عندك عمليات تكميم اللي هو بالمنظار. نعم. اللي هو جراحي. في عندك عملية الكشكشة اللي يسمونها بلايكيشن اللي هو تكشكش المعدة بهم بالمنظار، وعندك عملية عن طريق الاندوسكوبي اللي هو الناظور. نعم. المعدة يسمونه انتراجاسيك بلايكيشن. شنو أكثر واحدة انتشارا؟ هي التكميم بالمنظار اللي هو قص المعدة تدبيس المعدة طولي. نعم. دكتور حاطين على الشاشة جزء من عمليات التكميم، إذا تبي تشرح عن اللي قاعد يصير دكتور. إيه هل الحين بالوقت هذه طبعا المعدة أنا شفت إن فيها دبابيس مكممة وخالصة. نعم. هي المعدة أساسا مو هذه حجمها، أكبر من هذا الحجم. فأثناء العملية شو نسوي إحنا؟ المريض نايم ندخل أنبوب. نعم. عن طريق الفم إلى داخل المعدة ونخليه يعدي ليل 12.
الانبوب هذا تقريبا 36 إلى 37 انش يعني صغير جدا. نعم. ونقص عليها طولي فيكون القص على المعده طول بحيث انه لازم يشيل راس المعده اللي هو الجزء العلوي للمعده وهذا الجزء المهم للمعده. الحين هاي المعده كامله حلو؟ نعم. الحين هاي قص المعده، شفت راس المعده اللي فوق شلون قصت؟ نعم. كانها كره عفوا. فهذه مهم جدا نزيلها لان فيها هرمون جليرين اللي هو يخليك انت ما تحس تحس بالجوع دائما. يعني حتى احساسك بالجوع بعد عمليه التكميم يقل. اي قل طبعا. نعم. زين دكتور شنو هم من هم المرشحين الامثل لعمليه التكميم؟ احنا دائما ناخذ مؤشر الجسم او كتله. نعم. الجسم اللي هو يسميها البي ام اي البادي ماس اندكس. نعم. نحسبه ناخذ الوزن المريض على مربع الطول ويعطينا نسبه. المرشحين للتكميم او لعمليات السمنه يكون فوق يكون نسبه مؤشر الكتله مالتهم فوق ال 35 لل 40 بس لازم يكون مصاحب للسكر والضغط والام بالمفاصل او الام بالعمود الفقري يعني مصاحب لامراض اخرى. نعم. اما اللي فوق ال 40 ما نحتاج يكون عندهم اي مشكله يعني لو يجيني واحد كتلته فوق ال 40 ما عنده سكر ما عنده ضغط ما عنده الام بالمفاصل تقدر تسوي العمليه هذه تقدر تسوي لازم تسوي العمليه هذا راح ينزل. نعم. راح يصير امور راح تعدل. نعم. وهل في عمر مناسب يعني شنو العمر اللي نسوي فيه عمليات تكميم بالكويت؟ قبل كان في ليميتيشن اساسا بالستيت بس شافوا. نعم. انه يعني قارنوا التكميم بالعمليات المفاصل عند بجراحة العظام شافوا ال 80 سنة ممكن تركب له مفصل. صح. قالوا التكميم نفس الشيء يا جماعة ما في إشكالية فهي أساسا من 18 إلى 65 بس تقول لي أقل من 18 سويت أقول لك إيه والله سويت عمليات سمنة أقل من 18 سويت ال 15 سنة. نعم. سويت التكميم بس ها بشرط وشروطها يعني مو كان عنده مشاكل صحية مثل سكري ضغط طبعا ووزنه كان فوق ال 40 يعني أعطيك مثال كان عندي واحد وزنه الله يسلمك 150 كيلو. نعم. وعمره 15 سنة يعني تقعد أتكلم عن واحد لحي ما وصل يعني ما وصل سن 18. نعم. جتني صراحة أمه وياه وجت لي العيادة وقالت لي دكتور والله ولدي سمين وبيسوي العملية. هذا يأثر على حياته الشخصية يأثر على حياته بالمدرسة. طبعا طبعا فأنا قلت له راح أسوي له العملية بس عندي شرط واحد قلت له ولدك عمره 15 سنة لنزل بالوزن راح ينزل له مدة معينة. نعم. بعد هذه المدة اللي هي سنة أو سنة ونص أو سنتين بالكثير إذا ما حافظ راح يرجع بالوزن فولدك لازم يكون كامل عقليا وفاهم واعي ليش العملية وشن أهدافها ويحافظ على النزول الوزن ما بعد العملية. نعم. لأن أمانة أي عملية ما بعد العملية الأولى ما بقول تحصيل حاصل كلام يكون شيء من الخطأ راح يكون نسبة نجاحها ما هي مبهرة كأول عملية. نعم. هذه دائما بكل العمليات دكتور عملية العظام أول مرة يصير نسبة النجاح أعلى من ثاني مرة إذا صارت إعادة العملية. صحيح صحيح. لا خاصة عمليات السمنة لأنك أنت. نعم. تقدر تسوي كل شيء أمانة يعني أنت عندك التكميم ممكن بعد مدة تحاول تسوي تحويل مسار مصغر. نعم. أو تسوي تحويل مسار كامل بس النتائج ما هي مبهرة يعني الدراسات ما بينت أن فيها يعني نزول بشكل يعني أنت اللي تبيه عرفت في نزول ولكن مو بالقدر اللي أنت you looking for اللي أنت يعني تحتاج او تبي تحتاج يحتاج المريض تنظر اليه يعني والعمليه هذه صار لها كم سنه اللي ب 15 سنه صار لها 3 سنين 4 سنين اي العمليه هذه تقريبا صار لها بحدود 3 سنين هل طبعا في اعمار ثانيه نفس الاعمار سويت تابعوا وياك المرضى امانه هذا المريض تابع معي مره واحده بس هي بعد ما يختفى لان امانه هو اعتقد مساله الجنسيه لانه هو بحريني. نعم. وامه كويتيه. أيه. فكانت في عنده مشاكل عائلية الظاهر وشغلة كذي. نعم. فما يتابع بعد المتابعة بالعمليات هذه هل تلاحظ أنه يزيد وزنهم بعدين بعمر 18-19 الحمد لله الحمد لله طبعا في ناس يزيدون ما أقول لك لا أيه. بس الحمد لله اللي كممتهم ما زادوا أنا أتابعهم. نعم. بس هذا لا يعني أني أنا عمليتي غير عن الباجي لا أنا حال أيه. حال الناس الثانيين دكاترة. نعم. الثانيين كلنا نفس الطريقة بنفس الجايد لاينز اللي نسويه ولكن مرضاي أنا أتابعهم في طريقة معينة بحيث أنه ما أخليهم يردون لحياتهم اللي ما قبل القديمه. نعم. زين دكتور في ناس ودعايات تشوفها حتى بالشوارع مرات عمليات الشفط تغنيك عن عمليه التكميم او تنزل وزنك بعمليه شفط وانا عارف شنو الجواب واشوفها واضحك اقول بيني وبين نفسي يعني عمليات الشفط مش مو ما هي عمليه لتنزيل الوزن انت ايش رايك بالموضوع دكتور؟ هذا سؤال جدا جميل جدا. نعم. جميل والناس لازم الناس تفهم الشغله هذه. اولا عمليات الشفط وشد البطن
أمانة المفروض ما تجرى إلا لما ينزل المريض للوزن المثالي. هي ما خلقت عشان تنزل وزنك، هي خلقت عشان تجمل جسمك. نعم. فأنا لما يسوي لك العملية هذه أمانة ما يعني ما 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 نزلت من وزنك، جملتك، حتى التجميل ما راح يكون 100%. فأنت عليك لازم تنزل الوزن المثالي، من بعدها ممكن تجي هذه العمليات. يعني بالأساس عمليات اللي شفط الدهون وعمليات شد البطن ما هي لنزول الوزن. نعم. أنت تبي تسوي عمليات الشفط، أو مع احترامي حق اللي قاعد ينزلونها الإعلانات هذه، أمانة مفروض في بعضهم طبعا، أنا بقول الأغلبية منهم يعني يأخذون بأمانة العلمية ويمشون على الوزن المثالي اللي يحتاج أن الإنسان يسوي شفط أو شد بطن، اللي هو تقريبا تتكلم عن البي ام اي والمؤشر كتلة الجسم 30. نعم. 30-29 أقول ماكو إشكالية، روح سوي شفط، روح سوي شد بطن. أما أعلى من هذه أنا ضد هالشغلة هذه. وبعدين فيها خطورة لما يشفطون نسبة دهون عالية من جسم المريض، فيها خطورة عالية، ولا ايش رايك دكتور؟ هناك طبعا أي عملية، مو بس الشفط، أي عملية جراحية تعملها لها خطورة. صح. ولكن عمليات الشفط لها خطورة أكثر. يعني احنا شفنا حالات أمانة التهابات. نعم. تجمع سوائل. غرغرينا بالجلد. شفنا حالات جلطة بالرئة. يعني هذه أكثر الحالات. نعم. فيعني ما هي سهل أنك تروح تسويها، تأخذ قرار وتسويها وأنت ما عارف كتلة جسمك. يعني نصيحة للمشاهدين جميعاً، اللي يبي يروح يسوي شفط للدهون أو يبي يشد بطنه، خلي ينزل للوزن المثالي أو الكتلة تكون مالته 30 أو 29، وما عنده إشكالية يروح يسويها. نعم دكتور، راح نعرض على الشاشة شغلة من إنستغرامك، تكلمت عن الهرمونات اللي يأخذونها بالنوادي. يعني شنو نصيحتك للشباب، أو شنو توجهها للشباب؟ راح نطلع شوي عن التكميم ونرجع بعدين على عمليات تخفيف الوزن، بس شنو رأيك دكتور كاي هذا الكلام اللي أنت كاتبه؟ هذا السؤال، ليش تأخذون هذه الهرمونات؟ من المستفيد غير شنو المستفيدين غير التثدي لها أضرار أخرى بالجسم؟ أنت إيش رأيك دكتور؟ شنو إيش كثر عمليات التثدي؟ شنو التثدي أول شيء؟ تسمح لي أشرب ماي دكتور يوسف؟ أنت سؤالك هذا راح يوديني بمشكلة. لا إن شاء الله ما يوديك بمشكلة دكتور، بس إحنا نبي نتفادى المشاكل. كلامك صحيح. شوف أنا دائما أكلم يعني أصدقائي والناس اللي يروحون النوادي الصحية، دائما يعني أحذرهم من أخذ الهرمونات والبروتينات، لأن أمانة أنا كدكتور أتكلم عن نفسي. نعم. لما أصرف أدوى حق أي شخص بالمستشفى ودكتور أخصائي واستشاري وعارف الأمور هذه، ما عندي العلم كله بمظاهر الأدوى هذه، فما بالك أنت تروح في مراكز صحية، نوادي صحية، نوادي صحية هي، فأنت يجيك واحد مدرب يعطيك مثلا هرمون، طق الأبرة الفلانية، أخذ الحبة الفلانية. إذا أنا كدكتورة صاي ما أعرف كل مشاكل الأدوى هذا، هو بيعرف هذا الشيء له. نعم. شيء ثاني، الهرمونات اللي قاعد يأخذونها ما هي هرمونات، هي هرمونات حيوانية. نعم. ما حد عارف شنو خطورتها على الجسم، ما حد عارف شو يصير. أنا لحد الآن ما بقول العدد، ويمكن الحين واحد من المشاهدين اللي أنا أول تم سوي العملية التثدي، يمكن نعم. هو قاعد يشوفني على الهواء الحين مباشرة. هي عملية التثدي هي ازدياد حجم الثدي عند الرجال. يصير عند هي يصير تثدي عندهم بكمية نعم. كبيرة. بسوي يعني كمية لا بأس فيها من العمليات. والسبب نعم. الهرمونات يأخذونها. متى يجيك تحسف عقب ما أشوف إنه والله دكتور أنا أشوف نفسي إنه غير عن العالم. نعم. إذا أنت ما أخذ هرمونات والله ما أخذ. ليش أخذ؟ والله قالوا لي كذي أخذ وطلع جسمه و. ودشوا نعم. بالمشاكل هذه. فبالنهاية آسف. لا تفضل. بالنهاية. ما بقول هاي تجارة عشان لا يعني أتكلم عن الغير، ولكن أنت كإنسان مفروض تعي وتعرف أن كل شيء له مضار. نعم. أنت ما يصير تأخذ شيء ما تعرف شنو مضاره وشنو فوائد اللي وراه. أنك بتأخذ عشان تطلع جسمك وبالنهاية تطلع في مشاكل أخرى، يعني هرمونات الجروث اللي يأخذونها مثلا تكبر عضلة القلب. نعم. ممكن دخلك في كاردياك فيليا، تضخم القلب، كاردياك فيليا، تضخم عظامك. نعم. ضخم الأعضاء اللي عندك، ممكن دخلك في دوره. يعني احنا شفنا حالات كانت تينا الحوادث، مو طبعا احتمال ما يكون من الابر. نعم. احتمال يكون من شغلات ثانيه تينا، يعني سدن دث، يعني من برا سدن دث عندي على الحوادث.
سبب الهرمونات هذه. بعدين دكتور الهرمونات خصوصا هرمونات الجروث اللي يستخدمونها بالنوادي الغير طبيه، في مرات تروح حق طبيب انت تحتاج هرمون جروث خلال سن النمو لان طولك غير مناسب، حجمك غير مناسب، في ادويه تستخدم واطباء غدد يعطون هرمونات للنمو لهذا وشغلات مدروسه طبعاً. وعارف شنو يعطيك وعارف شنو الليميتيشن ومتى يوقف صح، ويعطيك التحذيرات مالتها صح كلام زين. بالنادي هل قاعد يعطونك هرمونات للاستخدام الآدمي ولا هي هرمونات للاستخدام الحيواني؟ يا أخي للأسف هذا هاي مشكلة، هاي معضلة كبيرة، هاي صارت تجارة تطلع ملايين وراها، فأنت قاعد تعطي ناس وما تدري شنو عواقبها. إنزين هذاك اللي قاعد يأخذ مظلوم ما يدري شو القصة، يأخذ يكبر جسم بالنهاية مو عارف شنو راح يصير فيه، هاي المشكلة الكبيرة. أنا قاعد أقول لك في شغلات يا أخي لا تروح بعيد. أنا أذكر في سنة من السنوات يعني ممكن زمن ما أقول 10 سنين أو 15 سنة كان في عدوى أبروفت موثق من الأف دي إيه اللي هو فيدرال دراج أند أسوسيشن أمريكان أسوسيشن. نعم. إنزين أبروفت ويستخدم في جميع دول العالم، في جميع دول العالم، وكان يستخدم مدة 5 سنين. مرة واحدة ستوبت الدواء هذا ما يتناول. السبب الدواء كان يستخدم بشكل يومي. إيه؟ السبب ليش وقفوه؟ شافوا نسوي سدن دث، موت مفاجئ. نعم. في هذا عقب عفوا هذا إيه؟ هاي الدواء طلع ما طلعوا الاف دي اي كذي، طلعوا عقب دراسات، وعقب هالدراسات كلها سووا لك سدن دث، فما مالك انت في ادويه قاعد تاخذها لا عليها دراسات ولا عليها شيء ومش مستخدمه للاستخدام الادمي. هذا المشكله يعني تحذير بس للشباب والمشاهدين اللي يشوفونا. نعم دكتور زين، السمنه نرجع حق السمنه الحين. السمنه هل اسبابها الاكل المفرط بس ما لها اسباب ثانيه؟ شوف اذا تبتلع للمحور الاساسي هناك عده اسباب. نعم عده اسباب بس كل الاسباب هذه تصب بطبيعه اكل الانسان، نظام الغذائي ماله، شلون ياكل. طبعا الجينات لها دور، ما اقول لك نعم. ما لها دور، ولكن حتى الجينات انت لو تيجي تاخذ في دراسه سووها يابو ايدنتيكال توين يعني يابو توامين متشابهين. نعم. كل شيء واحد متين واحد ضعيف، ها عندهم نفس الجين، ليش هذا مثل؟ لان هذا طبيعه اكله غير. يا اخي شافوا دراسات ثانيه قالوا الحين انت لو تروح دول افريقيه ضعاف، الحين قام يدش عليهم الاكل شنو الويسترن فود اللي هو الاكل الاوروبي قام يمتنون. معناته شنو؟ معناته النظام الغذائي هو السبب الرئيسي في السمنه. طبعا في بعض الادويه عفوا وفي بعض الادويه تسمن ولكن مو بالشكل اللي نشوفه، وبعض بعض الامراض كالغده الدرقيه خمول الغده الدرقيه تؤدي الى السمنه ولكن مو السمنه المفرطه اللي احنا نشوفها. السمنه نعم. المفرطه كلها تصب بالجنك فود والاجوات السريعه. نعم. زين دكتور قبل ما نكمل الحلقه بس بقول المعلومه هذه وراح نطلع تقرير يا جماعه. الحياه قاعد تبوق من عمرنا والايام تمشي بسرعه، وحتى اكلنا صرنا ناكله بسرعه مع اننا ندري انه يضرنا بس هم نسويه ناكله بسرعه. خلونا نشوف هالتقرير عشان نتعلم منه شلون نمشي الحياه السريعه وتكون صحتنا افضل. نروح التقرير وراجعين لكم. الشخص يأكل ليعيش بصحة وطاقة ونشاط، فإن لم تقرأ المكونات الموجودة على الأغذية المصنعة فبتلك الحالة أنت وقعت بالمحظور. فالفاست فود والأغذية المصنعة خطورتها جسيمة على صحة البدن، ولصحة أفضل عليك أن تلجأ لما يسمى بالهيلث فاست فود، مثال الفواكه، الحليب، العصائر الطبيعية، المكسرات، التمر. راجعين معاكم مشاهدينا مع الدكتور أحمد الموسوي استشاري جراحة عامة وسمنة ومناظير. دكتور أحمد ايش رايك بالتقرير اول شيء، وايش رايك بمشاكل الفاست فود اللي نعاني منها؟ تقرير جدا جميل وحقيقي وهذا الواقعي وهذا اللي قاعد يصير، عشان شيء نسبه السكر عندنا بالكويت مرتفعه بسبب الجنك فود، السمنه سبت الجنك فود. شنو نسبه السمنه بالكويت دكتور؟ تقريبا نسبه السمنه بالكويت بحدود 43-50 يعني من 40 الى 50%. وايد عالية. ايه طبعا. هل تعد من اعلى النسب بالعالم؟ طبعا تعتبر من اعلى نسب، احتماله اذا ما خاني التعبير او الظن ان اعتقد اعلى من نسبه حتى الستيت بامريكا. نعم.
طبعا نسبة مقارنة بعدد الشعب نسبة تناسب. اي زين دكتور، في ناس تعاني من امراض مثل السكر، الضغط، هل عملية وعندهم سمنة مفرطة، هل عمليات السمنة مناسبة لهالاشخاص هذه؟ شوف، هي عمليات السمنة ما خلقت للتجميل أمانة، يعني مو داش على واحد العيادة تقول لي دكتور أنا متينة أبسوي عمل عشان بضع جسمي حلو، لا لا لا، نعم، مو لهذه خلقت، هي أساسا أجريت وخلقت علشان نتخلص من الضغط والسكر والكوليسترول وبعض آلام المفاصل، نعم، وآلام الظهر، هذه كانت الهدف من عمليات السمنة أساسا. نعم. فالسمنة في عمليات التكميم أو عمليات تحويل المسار المصغر أو تحويل الكامل هي خلقت عشان تنزل من وزن الإنسان عشان يتخلص من كل هذا. أمانة دراسات قاعد تقول أن تقريبا 60-80% نعم اللي يعانون من السكر يجون عمليات التكميم يروح منهم يشفون. اللي صار لأقل من 5 سنين، اللي فوق 5 سنين معاه سكر إذا يستخدم خلينا نقول الإنسولين، يستخدم خلينا نقول 100 يونت راح تقل له 20 يونت، شوف الفرق. نعم. فيعني هذا خلق له شغلة. في دراسة هذه قبل سنين أنا قاريها، دراسة أدريت في السويد تكلمت عن البروفلاكتيك. نعم. بروفلاكتيك يعني الوقائي. الوقائي. نعم. يعني إذا عندك مريض عفواً واحد سمين ما في سكر. ما في سكر. تجريل العمل عشان لا يحوش سكر. شذي دراسة، واحدة من الدراسات عندهم. نعم. يعني بعد إجراء العملية تقل نسبة حدوث السكر والضغط والكوليسترول للمريض. أنا عندي مرضى أمانة يعني مرضاي اللي فيهم سكر معظمهم، ما بقول كل معظمهم، راح منهم السكر، ما يأخذون أدوية سكر. في ناس كان عندهم ضغط راح منهم الضغط، على مفاصل راحت منهم على مفاصل. يعني بالبداية هي عملية مش تجميلية، عملية طبعاً لإنزال الوزن لفائدة صحية. طبعا هذا الهدف الأساس من وراء العمليات السمنة، هو ما أجريها علشان والله الشخص فلان يبي يتجمل، لا نهائيا. نعم. أجريها لأن أنا أدري لصحته المستقبل. أصلا دراسات أثبتت لو تجيب واحد عمره 20 سنة، زين، واحد متين في سمنة، واحد ضعيف، اللي أجروها في ألمانيا شافوا أن هذا الشخص، طبعا كل شيء رب العالمين، الشخص المتين أو الضعيف يعيش 10 سنين أكثر من المتين بنفس العمر. ليش؟ لأن هذا معرض 10 أضعاف الشخص الثاني حوش سكر، ضغط، قلب، مفاصل، مشاكل كثيرة، مشاكل أمراض كثيرة. زين دكتور، جراحات السمنة إيش كثر صار لها؟ يعني 20 سنة، 30 سنة؟ لا أكثر، أكثر. جراحات السمنة صار لها كثير، يمكن سنين، لا أكثر، أكثر من الثمانينات مثلا، أكثر من الثمانينات، أكثر من الثمانينات. يعني فوبي ستارتد بالثمانين، هو بس قبل الثمانين كانت موجودة، كانت طبعا موجودة. ترايل، نعم، كانت ترايل طبعا، دش بجراحات السمنة الحين نقول بالعقد 20 years هذا طاف، اي باخر 20 سنة. زين، جراحات السمنة كانت جراحات بطن مفتوحة بعدين اتجهت للمناظير، شنو فائدة المناظير على جراحة البطن المفتوحة والجراحة المفتوحة؟ اي والله الحمد لله، سؤال جدا جميل. نعم. الحمد لله رب العالمين أن خلقت المناظير واكتشفت. نعم. لأن أمانة جدا ساعد المريض. عملية، أي عملية سواء كان سمة ولا عملية قولون ولا أي عملية تجرى، عملية الفتح البطن لها مشاكل كثيرة. نعم. منها آلام ما بعد العملية، التهابات بالجرح، تجمع دموي ممكن يصير بالجرح، التصاقات ما داخل البطن. نعم. التصاقات كمية مهولة جدا. الريكفري ما بعد العملية اللي هو اللي ترجع لطبيعة عملك، تطول بدا ما تاخذ لك مثلا نقول اسبوع، يطول لك فوق الشهر وسب العملية. فمناظير عملياتها مناظير سهلت امورها كلها، فخلت نسبة حدوث الالتهابات والتجمع الدموي والالتصاقات ورجوعك للعمل سريع. عشان كذي المناظير جدا جدا كان جدا يعني اكتشاف جدا رهيب كان أمانة. وطبعا الحين عمليات السمنة بالكويت انا يعني اجزم ان 99% كلها مناظير، ما تصير بعمليات طبعًا مفتوحه. طبعا طبعا طبعا، الا في حالات تصير مشاكل. نعم. وهذه نادره جدا 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 جدا، يعني اقصد ان انا دشيت سويت عمليه تكميم مثلا او تحويل مسار وصار عند المريض خلينا نفرض لا سمح الله نزيف. نعم. ودخلت في مره ثانيه بالمنظار، لا سمح الله دخلت منظار شفت النزيف وقفته، 99% تمشي. نعم. اما لا في خطوره صار على المريض ومو شايفينه، لازم تفتح وتدور على ان شاء الله. نعم. بس هذه نسبها وايد قليلة، جدا قليلة جدا. نعم. جدا يعني يكاد أقول لك إن أنا ما بقول 100%، يعني ايه؟ واحد ممكن يكون شيء أوفر، يعني صح، أوفر ريتد هذه 99.9% أقدر أقول لك. نعم. زين دكتور، عندنا اتصال من الأستاذ مشاري. أستاذ مشاري تفضل.
مسيكم بالخير. مسيك بالخير ان شاء الله. مسيك بالخير الله يسلمك اخوي. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك سلمك. استاذ الكريم في سؤال بس ما يمكن تحملني شوي، هو من شقين. السؤال الاول الحين اللي في حاله اذا واحد سوى تكميم متى يرد الى سابق عهده او طبيعته، يعني على مدى كم مثلا سنه سنتين، وهل يرد طبيعي 100% ولا في تغيير؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني مثلا سوى عمليه تكميم، في شغلات يمشي عليها، في فحوصات لازم يتبعها مثلا كل 3 شهور كل 6 شهور في كل شهر، ولا عادي العمليه؟ وشاكر لكم عساكم اليوم. شكرا يعطيك العافيه اخوي مشاري، ودكتورنا ان شاء الله راح يجاوب على الاسئله. شنو السؤال الاول بس؟ متى يرجع طبيعي لحياته الطبيعيه بعد عمليه من اي ناحيه يرجع حياته الطبيعيه؟ يرجع كانسان ياكل طبيعي يعني يقصد، ولا انا ولا اتوقع ان ممارسه حياته كمشي كطلعه كهذا. خليني اعطيكها بشكل عام، لما تجرى عمليه التكميم وتمشي الامور بسهاله وسلاسه ويطلع المريض، المريض يقدر يعيش حياته الطبيعيه طبعا من الاكله، من هنقول من اسبوع من بعد العمليه يعيش عادي. نعم. يطلع يتمشى يشوف الناس، يقابل اللي يبي، يروح للمكان اللي يبي، ما عنده اشكاليه. نعم. في بعض الريستريكشن يعني اللي هو مثلا الرياضه العنيفه ما يقدر يسويها لاسباب راح اذكرها انا بعدين. نعم. السباحه ما يقدر اول اسبوع اسبوعين، انا دائما اخليهم بعد شهر عقب ما يكون المريض يشرب سوائل بكميات كافيه ووافيه. نعم. علشان لاتفادى بعض الشغلات راح اتكلم عنها بعد شوي ان شاء الله. زين، اما اذا كان قصدك انه طبعا الحياه الطبيعيه تصير من بعد شهر، ماكو اشكاليه، يتمشى ويطلع رياضه، ماكو اي اشكاليه، ياكل ويشرب ويروح ياكل ويشرب. طبعا اكل وشرب ما يقدر، شوف يرجع على سابق عهده. نعم. اللي هو قبل عمليه التكميم، عشان يرجع ياكل ويشرب قبل عمليه التكميم نتكلم عن سنه من بعد التكميم، بعضهم يطول معاهم سنه ونص، بعضهم سنتين. نعم. بحيث ان المعده تتوسع وليس ما ترجع نفس قبل، تتوسع بحيث انه يقدر ياكل، ما كنت اشكاليه عنده فيها. زين. اما بس ان السؤال الثاني كان اعتقد الفحوصات والمراجعات بعد عمليه. اي شوف، الفحوصات المفروض تجرى، كل دكتور له طريقته، بس ناخذ البروتوكول انه كل 3 شهور المفروض الدكتور مالك يشوفك. انا دائما اسوي الفيتامين بي 12. نعم. اسوي الفيتامين دال، واسوي تحليل الايرون الحديد. نعم. اشيك عليهم كل 3 شهور. اي نقص فيهم اعطي المريض مبدل لي معوضات النقص هذا. زين دكتور، خلينا نشوف التقرير ونرجع نعلق على التقرير. طالعين معاكم التقرير مشاهدينا. ليه الناس يشتكون من السمنه بعد فتره من التكميم؟ شيء طبيعي انه بيرجع لامره الطبيعي، بيرجع ياكل ويلخبط في الاكل، بيرجع انه سمين. لحين قلنا عمليه التكميم وانك تكمم عقلك هو الاولى، هو الاصح، مو تقطع بطنك وتنسى بعدين. لان بعد فتره زي حالتي الان قربت 3 سنوات، الاكل طبيعي، بتاكل حلا، تقدر تاكل اي شيء تقدر، صح مو بكميات خاصه الاكلات اللي فيها بروتينيه والكربوهيدرات زي الرز وكذا الشغلات ثقيلة عليك الآن نوعا ما، لكنك تقدر تأكل وتسمن، وهذا ما حصل مع أني سمنت أنا خلال 6 شهور اللي طافت ومتعمد. الناس اللي دخلت العملية هل كانت على قناعة باللي راح تسويه وراح الالتزام اللي راح تلتزمه أم لا؟ العملية تحتاج منا التزام، تحتاج منا إلى تغيير عادات، تحتاج منا إلى مجهود رياضي، كل هذه الأمور عارفينها قبل العملية. فأنت أقدمت على العملية ودخلت بنج وخاطرت أمور كثيرة وخدت قرار شجاع، فلا تخرب قرارك بالأمور هذه عشان أخرب عمليتي. التكميم عملية مساعدة، التكميم عملية مساعدة والباقي عليك أنت. راجعين معاكم مشاهدينا مع الدكتور أحمد الموسوي. دكتور، إيش رأيك بالتعليقات؟ إيش رأيك بالتعليقات اللي صارت؟ هل هذه صحيحة؟ والله كلام صحيح 100%. عملية التكميم دائما أنا أقول حق مرضاي عمليات السمنة 20% علي 80% عليك. نعم. شلون؟ أنا علي أجل العملية. أي. أنت عليك التابع ما بعد العملية وتمشي عن النصائح الطبية. نعم. يعني انت لازم تمشي على نظام غذائي معين، يعني عفوا انا بالتعبير هذا دائما اقول حق مريضي
انا علمك اول ما تولد تعلم تمشي صح، انا قاعد اعلمك الحين شلون تمشي صح، لازم تمشي صح طول عمرك ما تغيرها، عرفت شلون؟ نعم. فيعني كممتك مشيت على نظام غذائي معين مده سنه قد تاكل بالطريقه هذه خلاص كمل، اما ترد على عادتك القديمه بعد ما بعد التكميم ما قبل التكميم عفوا راح ترجع تمتن وترجع بالوزن مره ثانيه. طبعا ما راح ترجع 100%، راح ترجع بحدود 20 ل 30% من وزنك اللي ما قبل اللي قبل. زين دكتور، شنو الوزن اللي يقدر يفقده المريض بعد اجراء عمليه التكميم بالمنظار؟ تختلف طبعا العمليه اذا بتكلم عن التكميم احنا نتكلم بحدود ما بقول 60 بقول 70 ل 80% من الوزن الزايد، يعني مثال. نعم. اذا عندي واحد وزن الزايد مو وزن الاصلي 100 كيلو ينزل 70 ل 80 كيلو. نعم، وزن الزايد 100 الزايد كيلو. يعني خلينا نقول وزنه 200 بس وزن الاصلي 100 بس الزايد 100 الثانيه. نعم. فعشان اسهلها ال 100 ينزل من المفروض من 70 ل 80 كيلو. نعم، وزن كبير يعني مو طبعا ما يستهان فيه. هي نسبه تناسب، يعني يمكن في ناس اوزانهم 40 كيلو زياده. نعم. 50 كيلو فانت راح تنزل 80% من 50 كيلو. نعم دكتور، خلينا نشوف صور بعض المشاهير اللي سوى عمليات تكميم. زين ايش رايك دكتور، هل نزل وزنه؟ عاد محبوب الجماهير كان. زين والله لا انا لا اعلم شنو كان وزنه ما قبل العمليه. نعم. وشنو وزنه بعد العمليه، ولكن اكيد نزل بالوزن. احنا هل نزل الوزن مثالي؟ ما اعتقد على الصور هذه يعني. نعم. زين دكتور شنو الاستعدادات اللي ياخذها اي شخص قبل عمليه التكميم؟ شنو لازم يسوي؟ طبعا هي فحوصات تجري. نعم. المريض لازم تقعد مع المريض. نعم. تجري له وايد فحوصات، تتاكد من سلامه المعده، تتاكد من عدم وجود حصوات بالمراره. نعم. تأكد من دمه يكون سليم، تأكد من فيتاميناته تكون صحيحة. لازم نشوف المريض عقليا. نعم. هل هذا الإنسان فعلا راح يمشي معاك ولا لا، ولا هو خلاص مهبة يعني يبدي ايش يسوي يطلع. في ناس كذي يدش العياد عليك دكتور نعم انا اذا ما اسوي باكر العملية ترى اروح مكان ثاني اسوي العملية. ما يصير. انت تعرف شنو اهداف العملية؟ تدري ليش تدري العملية؟ تعرف مشاكل العملية؟ انت لازم تقول لك دكتور كأمانة طبية لازم تفهم المريض كل شيء. فهل هالناس هذيلا شويه تحاول انت مو تتفاداهم تفهمهم. اي قدر يفهم منك كان ما قدر يفهم حاول تتحاشى، لان اذا صارت مشكله باكر ما راح تخلص منه يعني امانه. التهيئه النفسيه دكتور لها عامل كبير عشان نجاح العمليه، لان 80% على المريض. انت سويت العمليه بس اذا 80% ما اتبعهم اي مريض راح يرجع راح ينتكس طبعاً. بعد سنه سنتين راح ينتكس طبعاً. مره ثانيه ممكن تدش في مخاطر. مخاطر. نعم. انت في غنى عنه وهو في غنى عنه كمان. دكتور شنو المضاعفات اللي تعرضها المرضى خلال عملية التكميم؟ هل المضاعفات في جدية ولا مضاعفاتها بسيطة؟ شوف هي أي عملية تجرى على وجه الأرض لها مشاكل. إحنا نأخذ مشكلة التكميم نتكلم. نعم. عنها جراحيا، ما نتكلم عن ناحية التخدير. نعم. التخدير هو عام عقل الكل. طبعا مخاطر التخدير أضعاف الشخص الضعيف. نعم. لأنك تحط إنسان فوق وزنه على الطاولة على طاولة العمليات. المخاطر الشائعة اللي دائما اللي ممكن تحدث نسبتها ما هي كثيرة، يعني أقل من 1% ممكن يصير عندك نزيف. نعم. ممكن يصير عندك ضيق، ممكن يصير عندك ارتجاع. نعم. أمانة للأحماض للمريء. في عندي نسبة الحين النسبة العالمية تتفاوت بالتسريب، وهذه أهم الأسباب اللي احنا نخاف منها. نعم. أو أهم المشاكل اللي احنا نخاف منها. التسريب تتفاوت من مكان لمكان، يعني في دراسات تعطيك 20%، في دراسات 7%. انا اقدر اقول لك يعني ولله الحمد بالكويت اقدر اقول لك نسبه من 1 ل 2%، يعني نسبه ضعيفه وايد قليله للمضاعفات التكميم. إيه لان 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 ما شاء الله ما شاء الله دكاتره الكويت عندهم ممارسه بشكل عام، يعني بشكل كثير جدا، يعني مرضاهم كثره ما شاء الله واشتغلهم كثره وعندهم عندنا اكبر نسبه سمنه بالعالم، فاكيد المرضى متوفرين بكثره. بس عاد انت عليك انك تكون طبعا امين مع المريض وتشرح له بالضبط. انا هذه عندي اهم شيء لازم تشرح للمريض، لان في بعض الاحيان يدش عليك المريض العياده دكتور العمليه والله عمليه بسيطه كعمليه الزايده او كعمليه ازاله المراره، ويدخل المريض لا سمح الله ويصير شيء لا سمح الله باكر وهو مو عارف. انت من الامانه العلميه لازم تفهم المريض من الف للياء. نعم. كل شيء مشاكل العمليه بحذافيرها تقول له. نعم. وياخذ الاختيار لانه هو صاحب القرار مو انت صاحب القرار. صح. انت عليك تقول له ان هذا الطريق الصح.
تبي تسوي لها المخاطر، تبي تمشي المخاطر، قل لي أنا حاضر. نعم. زين دكتور، نصيحة أخيرة للمشاهدين اللي يبي يسوون عمليات تكميم واللي سووا عمليات تكميم، شنو تنصحهم فيه؟ سؤال جواب جدا صعب. شوف أمانة، اللي بيسوي عملية التكميم أو بيسوي عمليات السمنة، نعم، أول شيء يستفسر ويسأل ويشوف، لا يمشي وراء السوشيال ميديا، نعم، لا يمشي وراء الإعلانات. يا ما ناس تورطت وراء الإعلانات والسوشيال ميديا، مع احترامي لهم جميعا، يعني أنا، نعم، أنا ما مو قصدي أطعن بحد. دكاترة الكويت ما شاء الله، إذا أقول 90% منهم ممتازين، نعم، بس امشي وراء، شوف المرضى اللي تعاملوا مع الطبيب هذا، هل صار المشاكل؟ كم عدد مرضى اللي سواهم؟ شنو المشاكل اللي صارت معاه؟ شنو خبرته العلمية وخبرته المهنية؟ جزاك الله خير، هالأمور كلها مهمة. يعني أنت لا تروح أنه والله ده طلع هذا سوى دعاية على فلان رحت له على طول، ما ينفع. أنت الشخص سوى دعاية لأسباب مادية يمكن، أنت ما تدري، صح، فأنت رحت عرض قطيت عمرك فيه، ليش؟ على أي أساس؟ أنا أمانة ما أدري إذا أقدر أقول شغلة ولا لا، يمكن الحين قاعد تدور بالسوشيال ميديا وقاعد تدور الحين بالواتسابات، اللي قضية اللي البنت اللي أجرت عملية خارج الكويت صار عندها تسريب، نعم، أجرت العملية في مكان متواضع، نعم، مو بالكويت، خارج الكويت، أي، مكان متواضع، نعم. البنت الله يحفظها ردت عندي من مرضاي الحين موجود عندي، نعم، مستشفى، عندها تسريب مع، نعم، التفاف بالمعدة، يعني، نعم، من الحالات الصعبة، نعم، يعني من حالة تكميم تكون بسيطة على أي جراح متمكن لحالة معقدة كنا نقدر نتفاداها، كنا نقدر نتفاداها. دكتور أحمد يعطيك العافية، مشاهدينا يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله استمتعتوا واستفدتوا من الحلقة مثل ما أنا استمتعت واستفدت. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من برنامجكم كيف الصحة، ومع السلامة. مشكور.